بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 4، إذا كانت النقط 0 و1 فاصلة ألف و3 فاصلة 2 و5 تقع على استقامة واحدة فأوجد قيمة ألف. أول حاجة هنجيب ميل النقطتين الأولى والتانية، بعد كده نجيب ميل النقطتين الأولى والتالتة ونساوهم ببعض، وبعدين نعمله المقص ونجيبه قيمة ألف. يبقى أول حاجة ميل النقطتين 0 و1 فاصلة 1003 ميل المستقيم المار بالنقطتين صفر واحد فاصلة ألف صفر وواحد فاصلة ألف وتلاتة تساوي هنغير إشارة نقطة فيهم، ولتكن نقطة أولى تبقى الصفر ملوش إشارة، الواحد نغيره إشارته تبقى سالب واحد. نعمل الصادات في البسط والسينات في المقام. الصادات تبقى 3 سالب 1 نكتبها في البسط، والسينات في المقام ألف وصفر، الصفر ما يتكتبش يبقى ألف. نختصر 3 ناقص 1 فالـ2 على ألف. فاصلة نجيبه ميل المستقيم المار بالنقطتين 0 و1 فاصلة 2 و5 ميل المستقيم المار بالنقطتين 0 و1 فاصلة 2 و5 تساوي هنغير إشارة نقطة فيهم، ولتكن الأولى الصفر ملوش إشارة، الواحد تبقى سالب واحد. نعمل الصادات في البسط 5 ناقص 1، والسينات في المقام 2 وصفر، الصفر ما يتكتبش يبقى 2، بتساوي 5 ناقص 1 فالـ4 على 2، 4 على 2 فالـ2. مدينا في المسألة إن الـ3 نقط تقع على استقامة واحدة، يبقى نساوي ميل الأول بميل التاني. يبقى 3 ناقص 1 2 ميل الأول اللي هو 2 على ألف بتساوي ميل التاني اللي هو 2. المفروض 2 دي مقامها 1. نعمله طرفين في وسطين، يبقى إذن ألف بتساوي 2 في 1 على 2 بتساوي 2 في 1 فالـ2 على الـ2 يبقى فالـ1، يبقى قيمة ألف بتساوي 1. رقم 5، اثبت أن النقط ألف الزوج المرتب -1 و1، ب الزوج المرتب 0 و5، ج الزوج المرتب 4 و2، د الزوج المرتب 5 و6 هي رؤوس لمتوازي أضلاع. تكون رؤوس متوازي أضلاع إذا كان كل ضلعين متقابلين متوازيين. هنثبتوها عن طريق الميل. إذا لقينا ميل كل ضلعين متقابلين متساويين، يبقى إذن كل ضلعين متقابلين متوازيين. أول حاجة هنجيب ميل المستقيم ألف ب، ميل المستقيم ألف ب تساوي
هنغير إشارة نقطة فيهم، ولتكن ألف تبقى موجب واحد وسالب واحد، نعمل الصادات فوق 5 سالب 1 والسينات في المقام 0 وموجب 1 اللي هي 1، يبقى 5 ناقص 1 في البسط على 1 في المقام، 5 ناقص 1 فالـ4 على 1، 4 لـ1 فالـ4. بعد كده نجيبه ميل، المقابل لألف ب اللي هو جيم د، هنجيبه ميل المستقيم جيم د تساوي، هنغير إشارة نقطة فيهم ولتكن جيم تبقى سالب 4 وسالب 2، نعمله الصادات في البسط 6 ناقص 2 والسينات في المقام 5 ناقص 4، يبقى 6 ناقص 2 على 5 ناقص 4 بتساوي 6 ناقص 2 في الـ4 على 5 ناقص 4 في الـ1 بتساوي 4 لـ1 في الـ4. يبقى إذا ميل ألف ب بتساوي ميل جيم د، إذا ميل ألف ب مستقيم بتساوي ميل جيم د مستقيم، إذا المستقيم ألف ب بيوازي المستقيم جيم د. نشوف ضلعين تانيين متقابلين بيساوي بعض، هنجيبوا ميل ألف جيم وميل ب د. أول حاجة ميل ألف جيم مستقيم بتساوي، هنغير إشارة نقطة فيهم ولتكن ألف تبقى موجب واحد وسالب واحد، الصادات نعملها في البسط 2 سالب 1 على السينات في المقام 4 زائد 1، يبقى تساوي 2 سالب 1 على 4 زائد 1 بتساوي 2 ناقص 1 في الـ1 على 4 زائد 1 في الـ5، يبقى ميل ألف جيم بتساوي 1 على 5. بعد كده نجيبه ميل المستقيم به د بتساوي، هنغير إشارة نقطة فيهم ولتكن ب الصفر ملوش إشارة، جيم نغير الـ5 نغير إشارتها تبقى سالب 5، يبقى 6 ناقص 5 على 5 و0، الـ5 زي ما هي، يبقى 6 ناقص 5 في البسط على 5 و0 ما بيتكتبش، 6 ناقص 5 في الـ1 على 5، يبقى ميل ألف جيم بتساوي ميل ب د، يبقى إذا ألف جيم يوازي ب د، إذا ميل ألف جيم مستقيم يساوي ميل ب د مستقيم، إذا ألف جيم مستقيم يوازي ب د مستقيم. كده لقينا كل ضلعين متقابلين متوازيين، يبقى إذا الشكل ألف جيم ب د متوازي أضلاع. المسألة اللي بعدين رقم 6، اثبت باستخدام الميل أن النقط ألف سالب 1 و3، ب 5 و1، جيم 6 و4، دال 0 و6 هي رؤوس مستطيل. طبعا أول حاجة نثبت إن هي متوازية أضلاع، تاني حاجة نثبت إن الزاوية فيه قايمة عشان هو يكون الشكل مستطيل. أول حاجة هنجيبه ميل ألف ب وميل ب جيم وميل جيم دال وميل ألف دال، ميل ألف ب مستقيم تساوي
هنغير وشارة نقطة فيهم ولتكن ب سالب 5 وسالب 1، يبقى 3 سالب 1 على سالب 1 سالب 5. اتنين على سالب 6، 3 ناقص 1 في الاتنين، سالب 1 وسالب 5 في السالب 6، هنختصره على الاتنين في الواحد على الاتنين في التلاتة، والسالب يطلع في البسط، يبقى سالب 1 على 3. ميل ب ج مستقيم بتساوي، نغير إشارة نقطة فيهم ولتكن ج تبقى سالب 6 وسالب 4، نعمل الصادات في البسط 1 سالب 4 والسينات في المقام 5 ناقص 6، يبقى 1 سالب 4 على 5 سالب 6 بتساوي 1 سالب 4 فيها السالب 3 على 5 سالب 6 فيها السالب 1، سالب على السالب تروح، 3 على 1 فيها 3. بعد كده نجيب ميل ج د مستقيم هتساوي، هنغير إشارة نقطة فيهم ولتكن د صفر ملوش إشارة، 6 تبقى سالب 6، نعمل الصادات في البسط 3 سالب 6 والسينات في المقام 6 وصفر، 6 ما يتكتبش، يبقى في البسط 4 سالب 6 على 6، 4 سالب 6 فيها السالب 2 على 6، نختصره على الاتنين في الواحد على الاتنين في التلاتة، يبقى سالب 1 على 3. آخر حاجة هنجيبه ميل ألف د مستقيم تساوي، هنغير إشارة نقطة فيهم ولتكن د صفر ملوش إشارة، 6 تبقى سالب 6، نعمل السينات في البسط 3 سالب 6 والصادات في المقام سالب 1 وصفر، الصفر ما بيتكتبش، يبقى 3 سالب 6 على سالب 1 بتساوي 3 سالب 6 في السالب 3 على سالب 1 زي ما هي، سالب يطير في البسط والمقام يطير، 3 على 1 في 3، يبقى نلاقوا ميل أ ب بتساوي ميل ج د، يبقى أ ب بيوازي ج د، وميل ب د ب ج بتساوي ميل أ د، يبقى ب ج بيوازي أ د، يبقى بما أن ميل أ ب مستقيم بتساوي ميل ج د مستقيم، إذا أ ب مستقيم بتوازي ج د مستقيم. بما أن ميل ب ج مستقيم هتساوي ميل أ د مستقيم، إذا ب ج مستقيم توازي أ د مستقيم، كل ذراعين متقابلين متوازيين، إذا الشكل أ ب ج د متوازي أضلاع. فاضل نثبت ان هو مستقيم، ان هو ان الشكل ده مستطيل، اذا ثبتنا ان زاوية واحدة بس قايمة يبقى اذا الشكل مستطيل، هنثبته عن طريق الميل، حاصل ضرب ميلي ضلعين متجاورين اذا طلع سالب 1 يبقى اذا الزاوية قايمة. ميل أ ب في ميل ب ج اذا طلع ضربهم بسالب 1 يبقى اذا الزاوية ب قايمة، بما ان ميل أ ب مستقيم في ميل ب ج مستقيم بتساوي، طبعا أ ب و ب ج ضلعين متجاورين، ميل أ ب اللي هي سالب تلت في ميل ب ج اللي هي تلاتة، سالب تلت في تلاتة بسالب 1، يبقى إذا قياس زاوية ب بتساوي 90 درجة، يبقى إذن الشكل أ ب ج د مستطيل.